تنويه هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوه انت اللي هتقول ازاي بتقولوا عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. عمرك سألت نفسك ليه بعض المؤسسات بتبقى متوفرة لها كل عناصر النجاح لكن ما بتنجحش؟ وليه أحيانا يبقى عندك أحسن كفاءات في كل التخصصات لكن ما تعرفش تحقق بيهم نتائج؟ والسؤال الأخير والأصعب، ليه بيعلمونا حاجات كتير قوي عن شغلتنا لكن ما حدش علمنا إزاي نقود مجموعة من الناس ونحقق بيهم أهداف؟ مرحب في شغل عالي، البرنامج اللي هيكلمك عن الشغل وتفاصيله بالمصري كده، لاننا اكتشفنا اننا اتغيرنا في حاجات كتير قوي اتغيرت في البلد. احنا بقى محتاجين نتغير ونجري اسرع، عشان كده في كل حلقه هنكلمك عن شغلانه بعينها، هناخدك تشوف واحد من كبارات الشغلانه دي، ونرجع مره كمان نحكي عن اشهر 10 كذبات بيكذبها الشخص اللي بيشتغل في الوظيفه دي. ولأنه طبعاً مش كلنا عايزين نكذب ولا بنكذب يعني، بس هنكلم كمان عن 10 تحديات وحاجات إحنا ما نعرفهاش عن كواليس الشغلانة، وكمان هنشوف بعد 10 سنين هنروح لفين. شغل عالي شغل عالي. عمرك تخيلت إنك لو قريت حرف غلط ممكن حياة إنسان تتأثر؟ لا، وكمان ممكن توصل للموت. متخيل الضغط اللي على الشخص ده؟ يسعدني أقولك إن الشخص ده هو الصيدلي. تخيل حضرتك إن الأكاديميات الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أكدت إن قراية خط الدكتور في الروشتة بشكل خاطئ ممكن يموت 7000 شخص سنوياً. الشخص اللي واقف في الصيدلية هو اللي ممكن ينقذ حياتك أو يقضي عليها بقراية حرف واحد بس غلط. أحب أقولك إن الجدل ده موجود من زمان، لحد ما جت سنة 1240. وقتها قرر الإمبراطور فريدريك الثاني، واللي كان نفوذه ممتد على دول كتير تحت مسمى الإمبراطورية الرومانية، إنه يحسم الجدل بين دور الأطباء والصيادلة. الراجل ببساطة قال إن اللي بيكشف على الناس ويحدد المرض مختلف تماماً عن اللي بيحضر التركيبات الدوائية وبيحدد جرعات العلاج، وعلشان كده حط مجموعة تشريعات بتحدد مهام الصيدلي وتفصل بشكل قاطع مين يتقال له دكتور ومين يتقال له صيدلي، وحدد اللوائح والقواعد الحاكمة للمهنة. وخليك فاكر، حياتك كلها ممكن تقف على حرف شخص أراه غلط، فأكيد الشخص ده مهم جداً في حياتك وحياتنا كلنا. شغل عالي شغل عالي. واحنا من بداية الحلقة بنتكلم عن الأسباب اللي بتخلي أحياناً مؤسسات ما تنجحش في تحقيق أهدافها. احنا مش بس بنتكلم عن المؤسسات، احنا نفسنا في حياتنا كل واحد فينا عدى عليه انه عين دول من الناس. مدير تقول بيطلع عيني، ومدير تاني تقول ده فرق في حياتي، لدرجة انها بقت نكتة احنا متعودين نقولها لبعض، نقول له انه انت عامل ايه في الشغل ومديرك مطلع عينك، وكأنه ده الطبيعي. لكن قبل ما نحلل اسباب الفشل في المؤسسات وليه المؤسسات مش بتحقق اهدافها، عايزة اشارككم بحاجة أو تعريف للغباء. بيقولوا كده إنه تعريف الغباء هو تكرار نفس الفعل وأتوقع نتيجة مختلفة، لدرجة إنه علم الإدارة نفسه حسم الفكرة دي وقال قد إيه المدير ده شخص مهم، إنه فشل المؤسسات بيحصل بسبب سوء الإدارة مش بسبب نقص الموارد. الجملة دي مهمة قوي، عشان كده عايز أعيدها تاني، وعايزة كل واحد فينا يطمن بس اللي عنده شركة صغيرة وشايف أن الموارد قليلة، الفشل بسبب سوء الإدارة مش بسبب
نقص الموارد. الأزمة الكبيرة بتاعت المدير الكويس دي أزمة بالمناسبة مش محلية، دي أزمة عالمية. وقد ما بنشوف نجاحات بتحصل في بلدنا، لازم تدور على طول اللي نجحوا دول، شوف إدارتهم عاملة إزاي. رغم تكرار المحاولات وتكرار التبديل والتغيير، هتلاقي إنه في أزمة إدارة. بالعكس، ده معظم الشركات مشكلتها في التعيين، مش في إنها تعين موظفين، لكن إنها تلاقي مدير كويس. تخيل، مع إنه زمان كنا فاكرين إنه كتير قوي لما تعمل انترفيو كده ولا تسمع حد في انترفيو تلاقيه بيقول لك عايز اشتغل مدير على طول، كلنا عايزين نشتغل مديرين، بس مين فينا يعرف يبقى مدير؟ أكيد إنه العالم محتاج لنماذج صح تعرف تدير الموارد. والدليل على إنه الإدارة مهمة قوي إنه لما فريق كرة مثلاً ما يحققش نتائج كويس مرة واثنين وثلاث، إيه اللي بيحصل؟ بيغيروا اللعيبة؟ بيغيروا مين؟ صح؟ المدير الفني. ما بيغيروش اللعيبة، مش كده؟ طب تعالوا نشوف كده، لما مدرسة تفضل على مدار سنوات طويلة الطلبة بيجيبوا نتائج وحش، بيغيروا مين؟ الطلبة؟ الناظر. شكراً. إحنا كلنا متفقين إنه المؤسسات والمهام الصعبة بتنجح بس لو في إدارة كويس، بس دي كلمة مش دقيقة، لأنها بتنجح كمان بحاجات كتيرة قوي. لكن الهدف الكبير إن إحنا عايزين نقول النهاردة إن الناس بتتعلم حاجات كتير، لكن بننسى نتعلم إدارة. وعايز أحكي لكم بقى إن في دراسات كتيرة جداً اتعملت عشان تربط الفكرة دي، تقول لك الراجل المدير الكويس ده بيعمل إيه. يقولوا مثلاً إن المدير الكويس اللي بيسيب روح كويسة أو بيعمل روح كويسة مع فريق العمل. فريق العمل ده بقى فريق كورة، مدرسة، مصنع، مستشفى، أياً كان. الناس اللي بتروح شغلها مبسوطة تعرف على طول إن الإدارة كويسة. وسوء الإدارة بقى ده العكس تاني، لما نختار مدير وحش بيحصل لنا إيه؟ بنفشل، وبالتالي بيبقى مفيش ثقة ما بين الناس وما بين المدير بتاعهم وما بين الفريق والمدير بتاعهم. زي ما بيقولوا إن الإدارة فن، لكن كمان قالوا لنا وعلمونا إنه ينفع تلخص أهم حاجات محتاج تدور عليها في المدير، إنه يبقى بيعرف يتواصل كويس مع فريقه، بيعرف يدعمهم، ويدعمهم مش يعني طول الوقت يسقف لهم ويقول لهم برافو، بس يدعمهم يعني كمان لو هم عندهم مشاكل يساعدهم إنها تبقى أحسن. بيعرف يحط حافز، يعني أنا أكيد مش كل يوم هشتغل عشان بس الفلوس، لكن ينفع يحط لي دوافع تانية غير الفلوس. يعرف يخلق انتماء. دول أربع حاجات معروفين جداً إنه المدير كويس بيعرف يدعم، يتواصل، يحط دافع، وينمي الانتماء. في سؤال مهم قوي، دايماً نسمع إنه في فرق كبير ما بين القائد والمدير. هو فعلاً في فرق كبير، وكل المؤسسات بالمناسبة محتاجة الاثنين، بس عشان نشوف الفروق تعالوا بسرعة نشوف القائد بيفكر ازاي. القائد اللي هو بيبقى عنده رؤية، بيقود الرؤية، المدير بينفذ الرؤية دي. القائد مشهور جدا انه عنده قدرة على الإقناع. المدير لازم يكون حاسم، احنا مش هنقعد نرغي كتير، احنا عايزين نشتغل. القائد بيعرف يغامر، يقود مغامرة. المدير ياخد المخاطر بتاعة المغامرة دي ويحولها لخطة عمل. القائد شخص مشجع، بيعرف يشجع الناس. والمدير يعرف يقول للناس اعمل واحد اتنين تلاتة. القائد مشهور بأنه شخص عنده القدرة على التحدي، يعني لو دي صعبة هعملها. المدير عنده حاجة تانية مش شبهها خالص، يمشي مع التيار، يعني لو دلوقتي احنا عندنا أزمة هنتصرف ازاي في وسط الأزمة، لو عندنا حاجة صعبة هنعديها ازاي. المدير شخص عايز ينجز. القائد بيحفز، يعني هيقول لك انه لو عملنا كذا هيبقى عندنا كذا، ففي دافع كبير قوي. المدير يديك دعم انك تعمل ده. القائد هو الشخص الوحيد في المؤسسة اللي عنده الجرأة انه يكسر القواعد. المدير أهم واحد يحافظ على القواعد. القائد بيشجع ويبني ثقة، والمدير يسيطر، لازم يسيطر. القائد يتبنى أفكار، يعني لو جيت له فكرة جديدة روح للقائد. المدير هيديك مسؤولية محددة وواضحة.
القائد دايما يقوله كده، يقول في كلامه احنا. المدير احيانا يبقى شايف انه انا. القائد بيجاوب دايما على سؤال محدش بيطرحه، يعني دايما احنا نقول فشلنا، المدير يقول ليه فشل، دايما نقول زهقنا، ليه زهقنا، دايما القائد عنده ليه. المدير بيجاوب على سؤال تاني خالص برضو مهم، ايه هنعمل، ايه هنغير، ايه هنجيب مين. ده المدير. القائد بيعمل وراه قادة تانيين، المدير بقى بيبقى وراه ناس يتبعوه ويتبعوا خطته ورؤيته. الحقيقة على قد ما قدرنا احنا حاولنا نلخص القائد والمدير في نقط كده وفروقات ما بين بعض. اتعودنا نسمع الكلمة برضو اللي استهلكت خالص، انه خليك قائد ما تبقاش مدير. هقول لكم النهاردة مفاجأة، انه في كل مؤسسة احنا محتاجين الاثنين، الاثنين بيكملوا بعض جدا. القائد مهم جدا لكن المدير كمان مهم جدا. لو تخيلنا كده انه في مؤسسة من المؤسسات فيها قائد بس عنده رؤى وافكار وابداع وتحفيز وتشجيع لكن ما عندوش حد ينفذ الرؤية وينفذ الحاجات دي، المؤسسة كمان مش هتبقى بخير. فقدان الإدارة خطر وفقدان القيادة خطر كبير هو كمان. زي ما قلنا انه كل قائد جيد عنده مهارات إدارية، وكل مدير جيد بالمناسبة عنده شوية مهارات قيادية. صعبة؟ إن شاء الله أشوفكم أحسن مديرين كده قريباً يعني. تعالوا بسرعة نروح نشوف النهاردة مين أو واحد من كبارات الشغلان. دكتور حاتم الورداني، خريج كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وحالياً الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر. واحد من الشخصيات اللي تقدر تقول عنها وانت مبسوط أخدوا سلم الشغلانة من أوله واستمتعوا بكل محطة وكانوا قد المسؤولية. بحسب شهادات دولية وشهادات عملية وواقعية قدر يحقق بيئة عمل متميزة وتوازن لتواجد المرأة ودورها في العمل. دكتور حاتم عنده تفاصيل تبهرك عن التوازن والشغل والنجاح والرياضة والتحديات، وبيقولوا عنه دايماً إنه شخص مدفوع بالنجاح واحترام العمل وشخص تحب تشتغل معاه. عمل الخلطة دي إزاي؟ ده اللي هنسأله عنه. دكتور حاتم بعد 22 سنة في المهنة وشخص ناجح ومتحقق على المستوى ده، في ناس بتقول نظريتي للشخص الناجح، يا إما أنت كنت محظوظ قد إيه أو أنت تعبت قد إيه. أنا عايزاك تحطلي في مقياس 1 لـ10 كده، إلى أي مدى أنت شايف نفسك شخص محظوظ أنك في المكان ده وأنك شخص تعبت جداً قبل ما وصلت المكان ده؟ بص دين، أنا مش عايز أجاوب إجابة دبلوماسية يعني فبصدر أقول أن أنا تعبت جداً عشان أوصل للمكان زي ده. فترة من التضحيات في حاجات كتير، نجاحات، بعض الفشل موجود، بذلنا مجهود كتير جدا. بس أنا مقتنع تماما إن الحظ في الفرصة، أنت بتبذل مجهود وبتجتهد وبتعمل اللي عليك ودايما بتبقى بتحاول إن أنت تبقى أحسن واحد موجود في الوقت ده وفي أحسن شكل ليك، عايز إن لما الفرصة تجيلك تبقى جاهز إن أنت تاخدها. فالحظ في الفرصة، بس أكيد في تعب ومجهود كبير جدا عشان أقدر إن أنا أحقق اللي أنا فيه دلوقتي. عجباني وجهة الزاوية دي، حلوة وجديدة بسرعة. طيب، مدير لشركة متعددة الجنسيات في مصر، دي مهمة أي حد في مجال أو في سوق العمل قادر يتخيل قد إيه تقيلة، والحياة ناشفة قوي كده، ولا عندك وقت تلعب رياضة، تعمل حاجات غير الشغل؟ دايما في برضو من ضمن الأفكار الغلط إنه ناس بتتفخر إنه أنا بشتغل 24 ساعة. يعني طبعا انا بحاول ان انا اعمل البالانس ده، فيعني انا الرياضه بالنسبه لي مهمه جدا، فيعني هي اللي بتحركني. شكلك حد رياضي يعني، صح؟ يعني طبعا الرياضه بالنسبه لي مهمه، يعني ركوب العجل مثلا حاجه من الرياضات اللي انا بحبها جدا، بروح بركب خيل يمكن بطريقه بشكل مستمر، والجيم. فبس انا شايف ان الرياضه لا، لازم يبقى لها دور في وقتك، ولازم يبقى لها وقت، لان هي فعلا بتغير، بتديك بوزيتيف انرجي. ف
إيجابية، فبتخلي وجهة نظرك انت، لا انت انت وجهة نظرك في الحاجات مختلفة. في مصطلح بيعجبني قوي، ما هو بيتقال كده انه what wakes you up in the morning، ايه الحاجة اللي بتصحيك الصبح وانت مقبل على الشغل مبسوط عايز تروح؟ لانه احيانا بيبقى الدافع ده مش موجود عند ناس كتير. اكيد الناس اللي بتنجح عندها خلطة تانية او عندها حاجة تانية بتصحيها من النوم كل يوم الصبح. الهدف والطموح هو اكيد اللي بيصحيني، والباشن بتاعي ناحية المريض. انت ما بتبقى في مسؤولية زي اللي انا فيها دلوقتي او في موقع قيادة، انت عندك دور مجتمعي مهم جدا، مسؤولية تجاه بلدك وتجاه المرضى، فعايز تصحى الصبح تحققها، ده الهدف اللي انت عايش عشانه. حقيقي يا دكتور انه بعض الناس بتقول لا، الشركات الكبيره ما تفكرش في العيان، تفكر في الارباح. الحكايه قاسيه قوي كده زي ما احنا فاهمينها، ولا زي ما بتقول لا على ارض الواقع؟ بس عشان ابقى صريح، احنا عندنا طبعا هدف سنوي فكلنا بنشتغل عليه عشان نحققه، بس عندنا فاليوز برضه، وعندنا مبادئ جوه الشركه، وعندنا توجه، وعندنا استراتيجيه بتحط العيان في السنتر بتاع كل تفكيرنا، وتحطه فعلا في قلبنا. انا سالت كده عليك وعرفت انه واحده من الحاجات اللي بتميز اداره دكتور حاتم الورداني هي فكره التنوع، وانه في تمكين حقيقي للمرأة. ده متسق قوي مع رؤيه الدوله دلوقتي، بس يحصل ازاي في قطاع سريع وصعب وكله ارقام وعندك معايير أكيد كبيرة؟ يعني إيه أحسن مكان للعمل للسيدات في 2021؟ احكيها لنا، لأنه أنتوا فزتوا باللقب ده، صح؟ أنا فخورين جدا بالجائزة اللي احنا خدناها Best Place to Work for Women. الجائزة اللي احنا فزنا بيها في سنة 2021 أصل زينكا هي أحسن مكان للعمل للمرأة، كان بيقيس التطور اللي بتشوفه المرأة وفي نفس الوقت الترقيات، فرصتها في التراكي والتمكين. فاحنا لانه دايما يتقال انه في اماكن فيها سيدات لكن ما عندهمش فرص انهم ياخدوا مواقع قياديه. لا، احنا دلوقتي وصلنا تقريبا 35% من مجلس اداره الشركه وومن، ففي ميلز ولسه انا عندي طموح ان يوصل اكتر من كده ان شاء الله. انا حاسه ان احنا في عصر ذهبي للمراه عموما، لكن قبل ما الناس تبتدي تتحمس والناس تقف طوابير عندكم في الشركه، عايزه اقول للناس حاجه، انه في حاجه برضو سمعتها كده لما سالنا عن دكتور حاتم، انه في قاعده الصبح كده وبنسمع الناس والموظفين وبنسمع مشاكلهم دايركتلي لحد من اول السلم الوظيفي لحد اخره. عندك وقت لده؟ لازم الاقي وقت، لازم الاقي وقت، لان انا مقتنع ان انا لازم اسمع الشباب. وبيئه العمل عندنا في أستراليا فيها اجيال مختلفه. يهمني جدا ان انا اسمع راي الشباب، فيتكلموا يعبروا عن رايهم، افكارهم. كتير من الافكار اللي كانت مبتكره جت من الشباب، فانا بخصص يعني اقدر اقول ايه شهريا تقريبا بقعد نايس يعني فطار مع الموظفين في الشركه، فهو فيري كاجوال، حاجه بوديه جدا. طبعا بنقعد وبنتكلم، وفي افكار كتيره بتطلع وبتبقى الناس قادره ان هي تعبر عن رايها، بصراحة أنا بتعلم منه. أنا مبسوطة، أنا شايفة نموذج لقيادة شبابية مصرية بتفكر كده. لكن عندي شوية أسئلة صعبة عن مجال صعب جدا، صناعة الدواء في مصر، فاسمح لي كده نسألك فيه سؤالين. تعزمنا على القهوة ولا ما عندكوش قهوة؟ تفضل. يلا بينا. أولا ميرسي على القهوة. نتكلم بقى كلام جد بما ان القهوه وصلت. يعني عايزه اسال حضرتك انه من ضمن الحاجات اللي دايما بنبقى الجانب الاخر اللي ما نعرفوش عن الشركات اللي بتشتغل في مصر وبتكبر وبتتوسع، انه خططكم ايه للبلد؟ اكيد في خطط خاصه للشركه وفي خطط للمجتمع، فنفسي اعرف قياده بالروح دي وبالفكر ده تخططوا لايه للمجتمع؟ يعني الحقيقه مصر بتعيش طفره، يعني طفرة على مستوى المجالات كلها، يعني سواء كانت اقتصادية، صحية، سياسية، وده بيبقى محفز للشركات الأجنبية ان هي تنفست في مصر، تستثمر اكتر في البلد. فلو بتكلم عن القطاع الطبي في مصر، في إعادة تشكيل المنظومة الصحية، زيادة في الصرف على القطاع الطبي بشكل ملحوظ جدا، الدولة جهود غير مسبوقة في محاربة الكوفيد، وده كل ده بيخلي مصر بتتحط في مصاف
الدول اللي هي جاذبه للاستثمارات. واحنا كشركه اجنبيه بالنسبه لنا السوق المصري هو سوق واعد، وفي نفس الوقت احنا طبعا متواجدين هنا من 53 سنه في مصر. بس انا عندي سر، انت موجود في مصر كرئيس لشركه استرازينيكا من بدايه كوفيد، وده في حد ذاته تحدي. يعني ايه قياده لسه مستلمه شغلها بتشتغل في ظل جائحه في شركه بتقدم لقاح في مصر، تصنيف انه اللقاح جالنا يعتبر في وقت سريع، ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ ما تقول لنا الكواليس. طبعا انا رجعت مصر، رجعت من انجلترا في ديسمبر 2019. كوفيد كان في مارس، فطبعا كانت فتره صعبه جدا. يعني توليت مهمه استرازينيكا مصر وقت الكوفيد، يعني كانت في بدايته بصراحه. وطبعا انت اول حاجه بتفكر فيها هي الموظفين بتوعك، وازاي السيفتي بتاعتهم او امانهم، يعني بمعنى اصح، وفي نفس الوقت بلدك، وازاي تقدر تساعد البلد وتبذل يعني كل ما في وسعك ان انت تساعد البلد، تساعد الحكومه ان احنا نحارب الجائحه دي. بصراحه قمنا بدور غير مسبوق يعني في مصر كشركه استرازينيكا، ان احنا قدرنا نوفر اللقاح بسرعه لمصر تقريبا اكتر من 15 مليون جرعه، جانب ان احنا طبعا قمنا يعني تضافر جهود مع وزاره الصحه في ريزنج الاويرنس او يعني الوعي على محاربه الكوفيد، وفي نفس الوقت تعليم طبي مستمر للدكاتره. قمنا بحمله قوميه، يعني مجهود كبير جدا. سلامه موظفينا كانت على راس اولوياتنا، وقمنا كمان بكتير من يعني الانشطه ان احنا نقدر نساعد الموظفين ان هم يقدروا يعدوا الفتره دي كمان بامان. يعني كانت فتره صعبه بس اتعلمنا فيها كتير جدا. انا متهيألي ده اكبر امتحان للقياده وللاداره، وانك تحقق نجاح. هو دايما بيقولوا كده، انك تخرج سالما من ازمه كبيره ده في حد ذاته نجاح، لكن انه يحصل نجاحات. هل نتوقع مثلا انه يعني بناء على الكلام اللي بتقوله لنا ده، ان في استثمارات اكبر في مصر، انه في زيادة لنسب التصنيع الدوائي في مصر المحلي، يعني نقدر نقول ده طبعا مصر. يعني ما زي ما قلت ان مصر كبيرة، ومصر بلد كبيرة، واحنا يعني ان شاء الله الفترة الجاية حاطين خطة طموحة لمصر ان احنا في خلال الثلاث سنين الجايين هنزود استثماراتنا تقريبا اكتر من 50%. فدي طبعا زيادة كبيرة جدا، واظن ان مصر من اكتر البلاد في افريقيا والشرق الاوسط الجاذبة للاستثمارات، وده بيتوافق مع رؤية سيادة الرئيس ان مصر تبقى كمان هي الهب اوف يعني لافريقيا كلها. واحنا ده حلم كبير، احنا ده حلم كبير، ده حلم كبير، واحنا قده، وان شاء الله يعني بنتعاون مع الدوله ان احنا نقدر نحقق حاجه زي كده. زي ما قلت ان استرازينيكا عندها مصنع في 6 اكتوبر، بس احنا بنزود في استثماراته زي ما قلت زياده 50% في ان احنا بنعمل خطوط انتاج مختلفه لتصنيع الدواء المحلي في مصر. فدي هتبقى خطوه كبيره، وان شاء الله المصنع ده يبقى هب لافريقيا كلها باذن الله. نامل يعني ان شاء الله في القريب العاجل. في حاجه برضو مش عارف يعني لازم اقول اشاركك، انه اللي انت بتحكيه في دقيقتين ده شغل صعب وتحديات كبيره. ينفع ارجع اسالك شويه اسئله شخصيه ولا زهقت مننا؟ اتفضل. طيب عايز اسالك عن شويه كلمات وقول لي بس وقعها عندك ايه، لان احنا طول وقت مشغولين. الناس اللي بتقود وبتنجح وبتعدي في الازمات دي اكيد عقليتها بتفكر بطريقه مختلفه، فعايز اعرف تعريف النجاح بالنسبه لك. والنجاح بدايته طموح وهدف واستمراريه. حلو. ما ينفعش طموح بس، او ما طموح من غير تنفيذ واستمراريه هيبقى حلم. بس هي انت عايز ثلاث ارباعنا بنعمل كده. ما هي الفكره ان انت عندك طموح وحطيت له استراتيجيه او خطه، وفي نفس الوقت تنفذها وتستمر. بالظبط. طيب القدوه، قدوه بالنسبه لك ايه؟ قدوتي هو والدي، وده كان يعني حظي ان والدي من خلفيه عسكريه، هو لواء قوات جويه وشارك في حرب 6 اكتوبر. اتعلمني منه الانضباط. والانضباط دي كلمه نادرا ما حد بيستخدمها، احكي لي تعريفها عندك. يعني ايه؟ مواعيد، التزام، الحاجات لازم تتحقق زي ما اتقالت. بالظبط. يعني اتعلمنا ان احنا لما بنقول حاجه بنعملها. يعني شكرا خلاص حركتنا كل ما نقعدش نحلم برضو، ما نقعدش نقول احلام. يعني الفكره ان احنا بنقول حاجه بنبقى قدها وبننفذها، التنفيذ. طب الفريق وقعها ايه عليك؟ بتمثل لك ايه؟ طبعا نجاح اي شركه هو في الفريق العمل بتاعها، فاهم حاجه هي اختيار الناس اللي هم بيشتغلوا بهدف واحد لتحقيقه. السيره واحده من الكلمات اللي ما بنستخدمهاش كتير،
بس هي بتشكل جزء كبير من هويتنا بالنسبه لك. السيره الحسنه. ممكن تبقى سيره حسنه وممكن لا، في ناس ثانيه لا يعني. بس هو ده الهدف يعني. هو طبعا ده الميراث اللي انت بتسيبه لما بتسيب اي مكان. فهي انت سبت ايه وايه انطباعات الناس عنك بعد ما سبت المكان ده؟ الاخلاق. الاخلاق هي طريقه التعامل في بيئه العمل اللي احنا متواجد فيها، الاحترام لبعض، الشفافيه في التعامل كمان، كلها حاجات مهمه جدا، والقيم بتاعتنا. اخيرا الشغل بشكل عام، عشان احنا النهارده في شغل عالي لازم اختم معاك بالسؤال ده. الشغل يعني ايه بالنسبه لك؟ الشغل حياه، فيعني انت عايشها، فيعني بكل تجاربها، فبكل صعوباتها وتحدياتها، نجاحها فشلها، فهو حياه. شكرا دكتور حاتم، كان وقت ممتع، وبشكرك على استضافتك لينا النهارده. وانا حقيقي استفدت جدا النهارده من نموذج مصري ناجح في مجال واحده من الصناعات المهمه جدا في مصر. شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا. الصيدليات زمان كانت مميزة جدا، ولأننا بنتكلم عن الصيدلي أنا عايزة أفكرك كده بالمود بتاع الصيدلية زمان. تدخل الصيدلية تلاقي دواليب خشب، استقبلك واحد شيك. أنا متهيألي إنه ناس كتير من اللي قاعدين هنا ما حضروش الشياكة دي بتاعت زمان. استقبلك واحد شيك قوي، لابس نظارة ولابس بلطو أبيض، وواقف وراه رفوف كتيرة جدا، وعارف أماكن كل حاجة. ولو اديته أي نوع من الورق اللي عليه أي نوع من الطلاسم اللي هي خط الدكاترة المعروف، بيعرف يقراه وبيفهمه، وكمان بيقول لك بدايل، وساعات بيساعدك بيقول لك انه انا بعمل الدواء ده عندي تركيب. ده النموذج القديم والكلاسيكي جدا للصيدلي. الصيدلي ده بقى يا حرام، المهنة نفسها اتطورت وتغيرت. فعشان كده كعادة كل حاجة في الدنيا اتغيرت، الصيدليات كمان اتغيرت، فبقت مفرفشة كده، والخشب راح وبقى مكانه ألوان، والأدوية قلت. ما بقيناش نشوف أدوية دلوقتي في الصيدلية، الأدوية مستخبية في الأدراج، لكن شايفين لعب وشامبوهات وحاجات لطيفة جدا. المنافسة بقت شديدة جدا بين الصيدليات، عشان كده دور الصيدلي نفسه اتغير. أنا هفكركم بقى بعشر كذبات بيكذبها أحيانا الشخص اللي بيشتغل في مهنة الصيدلة، وكالعادة إحنا هنكشف شوية أسرار. الصيدلي دايما بيقنعك ان هو اساس العلاج. انا دكتور هكتب لك بس اقتراح لدواء، لكن انا هقول لك تعمل ايه وتاخده ازاي وكل التفاصيل. هو عايز يقول لك ان انا الاساس. واحيانا الكذبه الثانيه انه يقول لك الدواء ده احسن، ما تاخدش اللي كتبه الدكتور، بس ده احسن من وجهه نظري وبناء على يعني اراء الناس اللي بتجيله في العياده. ودي كمان برضو محاوله من الصيدلي لتعظيم دوره في المنظومه. هو دوره عظيم بس هو بيحب يعظمه شويه. لو صيدلي بص في روشتة كده وبعدين قال لك انا محتاج اخد راي الصيدلي زميلي، ودخل هو اتاخر شويه، اعرف انه للاسف ودي واقعه بتحصل كتير، لكن عيب في حق الصيدلي نقول له مش عارف يقرا اسم الدواء. الصيدله كمان طول الوقت بيتريقوا على خط الدكاتره، بس في سر ما نعرفوش عن الصيدله، انه لو جاله روشتة بخط وحش بيعرف ان الدكتور ده جديد، ويحاول انه يخبي عليك ان الدكتور ده لسه جديد في الشغلانه او مش مشغول قوي. هم فاهمين اللغه. في الصيدليه كل الناس بيقولوا لبعض يا دكتور، بغض النظر اللي واقف ده صيدلي، خريج تجاره، خريج زراعه، كله دكتور. الكذبه السادسه اللي معظم الصيدله مخبيينها علينا، انه مع كل صيدليه جديده بتفتح في الشارع في حرب واجواء فظيعه جدا من المنافسه، الصيدلي بيحاول يخبيها عليك. السابعه انه احيانا الصيدله بيقول لك انا كان نفسي ادخل صيدله، ما تصدقش قوي، لانه غالبا كان نفسه يدخل طب او حاجه تانية، بس كان مجموعه كبير، ففي صيدله كتير استخسروا المجموع ودخلوا صيدله ومش عارفين هيخرجوا يشتغلوا ايه. الكذبه الثامنه، لما تسال عن دواء والصيدلي يختفي شويه بس يرجع يقول لك لا لا اصل هو مش موجود، وغالبا احتمال مش متأكدين، بس احتمال الدواء يكون ناقص وهو عنده آخر علبتين بيحاول يحافظ عليهم إلى أقصى درجة ممكنة وللحالات الطارئة جدا.
الحاجة المشهورة لما ندخل صيدلية بيسألك أحياناً هتدفع كاش ولا أنت تأمين؟ لو أنت تأمين خلي بالك أنك هتستنى شوية لو في زحمة، لأنه هتبقى الأولوية أنه يخلص الناس اللي هتدفع كاش بسرعة. الكذبة العشرة، ما صدقش الصيدلي لما يقولك أن مهمته هو أنه يوفر الدواء وبس. الحقيقة لأ، لأنه المهنة اتغيرت والمنافسة كمان اتغيرت، فهو كمان مطلوب منه أنه يبيع حاجات تانية زي الأجهزة الطبية ومستلزمات وحاجات تانية جنب الدواء. طبعاً زي ما احنا متفقين الكذبات موجودة في كل مهنة وفي كل شغلانة، جايز أنها تكون بتحصل من كل الناس؟ أكيد لأ. لأجل ما نكون حقانيين شوية هناخد نفسنا شوية ونرجع نشوف 10 تحديات في حياة الصيدلي. زي ما اتفقنا الصيدلي طبعا شغلانته صعبه وعنده تحديات كتير. اول تحدي في حياه الصيدلي اللي بيشتغل في صيدليه هو 7 ساعات او 8 ساعات العمل. مطلوب منك تبقى قاعد في مكان واحد لمده 7 ساعات جنب كومه من الادويه، ما بتعرفش تعمل حاجه، مش لاقي حد تكلمه غير انك تقعد القعده دي. التحدي التاني، احنا عندنا مشكله في مجتمعنا وثقافتنا عموما اسمها ثقافه احترام الطابور. فلو ربنا كرمه كده والصيدلي بيشتغل في صيدلية عليها ضغط شوية، فهو عنده أزمة طول اليوم إنه يعلم الناس احترام الطابور، والحقيقة دي مش مسؤوليته خالص. التحدي الثالث للصيدلة الجداد، الصيدلي الجديد في أول يوم أو أول أسبوع أو الشهر ليه في الصيدلة عنده مشكلة رهيبة، أولاً إنه يحفظ أسماء الأدوية، وثانياً إنه يعرف مكانها، وثالثاً إنه يعرف يطلعها لما يجيله امتحان مفاجئ اسمه الروشت. التحدي الرابع انه مطلوب منه احيانا انه يشخص حاله طفل مامته جايله بيه وهو سخن، بتقول له ابني عنده ايه ويديله دواء كمان. مطلوب منه يبقى عارف تقريبا كل حاجه. التحدي الخامس، ودي حاجه برضو احنا ما نعرفهاش عن الصيدلي، انه لو جاله مريض وحس من مظهره كده انه على قد حاله هيعمل بصنعه لطافه حاجه لطيفه جدا ومعروفه انه هيوصف له بدايل ارخص شويه. ده ساعات في صيادلة بيقول له إنه الدواء ده جاي لي هدية. ده تحدي وحاجة إحنا بنحيي عليها صيادلة كتير. التحدي السادس، إنه يفهم الناس إنه الأدوية يا جماعة مش فستان ومش بنطلون، وما ينفعش نبدل الدواء 3 مرات لحد ما يعجبنا الدواء اللي إحنا عاوزينه. التحدي السابع، لو المريض جاله معهوش روشتة، والأصعب كمان لما يقول له العلبة بيضة، في كم دواء علبته بيضة؟ ولو قال له الحباية صفرة نعمل ايه؟ هو اصلا لسه بيحارب انه يحفظ اسماء الدواء. التحدي الثامن، لو اتطلب منه دواء وهو جدول، عارفين موضوع الادوية الجدول ده؟ في ادوية ممنوع الصيدلي يصرفها غير بروشتة طبية، ولازم ياخد صورة الروشتة، اقنع بقى الناس ان انا معرفش اصرفه غير بروشتة. التحدي التاسع، محتاج بقى يقنع المريض بحاجتين أصعب من بعض. أول حاجة يقنعه إن الدواء ده بيجيب نتيجة، لأنه هو هيرجع له في الغالب يقول له الدواء بايظ، معرفش بايظ إزاي، مش هو اللي مصنعه. والتحدي كمان إنه يقنع الناس اللي محتاجة تاخد حقنة إنه ياخد الحقنة، يعني صعبة جدا. التحدي العاشر، وأعتقد إنه في السنتين الأخرانيين شفنا إن الصيدلي ممكن يدخل له أحد عنده كورونا ويقعد يتكلم معاه شوية كتير كده من غير ما يقول له، فتحدي إنه يحافظ على نفسه، وإنه كل واحد بيدخل له الصيدلية احتمال كبير جدا يكون مصاب كورونا. فكل التحية للناس اللي بتتعب دي، وإحنا عارفين إنه في كل مهنة وفي كل وظيفة في تحديات حقيقية. خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. المهندس هيثم إبراهيم، المؤسس المشارك والمدير التجاري لشركة علاجي، خبرة تزيد عن 17 عاماً في بيئات الأعمال الدولية، ساهم في تطوير التجارة والأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات مع IT Works. أهلاً بحضرتك.
هيثم إبراهيم اللي عملت أو سديت ثغرة كبيرة جدا في علاقتنا بالدواء. يعني إحنا مبسوطين إنك معانا النهاردة عشان أنت ساهمت في إن المعاناة تقل. الأول خليني أعرف تطبيق علاجي ابتدى إزاي؟ يعني كانت فكرة ولا إزاي حصل لك دعم ومساعدة؟ وخصوصاً إحنا النهاردة بنتكلم عن صيدلي وضيفنا مهندس، فلازم تفهمنا إزاي الهندسة خدمت مهنة الصيدلة. تمام، هو الموضوع جه من مشكلة شخصية، يعني كلنا في بشكل أو بآخر حد في عائلتنا مريض بنحتاج له دواء. فأنا والدي مريض بمرض كده عنده بناين مننجيوما، حاجة تيومر في المخ. إن أنا ألاقي الدواء بتاعه والخدمات اللي هو بيحتاجها ساعات بتاخد وقت، يعني دوري على الدواء في صيدلية واثنين وثلاثة لحد ونكتب على السوشيال ميديا ونسأل الناس لحضرتك والتويتر بقى والفيسبوك وحد عنده بالظبط. المشكلة هنا إن الأزمة بتعمل أزمة، يعني أنا لو مش لاقيه وأول ما هلاقيه هو والدي محتاج علبة أو اثنين، أنا هجيب خمسة هجيب ستة، غير اللي ما يلاقيه هيلاقيه بالظبط كده، مع ان انا عندي ستوك. وعارف حضرتك يا باشمهندس الحكايه دي حصلت قوي وقت كورونا لما ابتدت الناس تخزن فيتامينات وتخزن بالزبط. ادويه وعملنا ازمه بالظبط. فالبيرسونال بروبلم دي خلت انه طب ليه ما نحلهاش؟ مهندس طيب ما نعمل برنامج يخلي المريض يقدر يصور روشته. انا لو صورت روشته والروشته دي راحت للصيدليات اللي حواليا، الصيدليه اللي عندها تقول لي عندي بكذا وتبعته لي لحد البيت او انا اروح اخده بالصيدليه ببساطه شديده. اوكي، توفر وقتي وفي نفس الوقت تسهل. ما يبقاش حصولي على الدواء حاجه هفكر فيها كذا مره. طب اقول لك حاجه بقى يا باشمهندس، اتفضل. يعني ما مش صح ان انا اقترح عليك تطوير لكن انا كنت فاهمه ان احنا بنتابع علبه الدواء من ساعه ما خرجت من المصنع ونعرف هي دلوقتي فين. هل ده موجود؟ موجود. الدولة مشكورة ده أكيد في الحتة لازم يبقى دور الدولة. ما هو الدولة بتعمل إيه بقى في المنظومة عامة؟ طبعا الرؤية 2030 في القطاع الصحي والتطوير اللي هي الرقمنة بقى إن هو كله يبقى ديجيتال، ففي جزء منه حاجة ليها علاقة بنظام التتبع، إن هو إنه العلبة طالعة من شركة الدواء عليها كل بقى بياناتها كيو ار كود الباتش رقم كيو ار كود كده صغير، عارفه زي ما نروح المطاعم كده بتصوري المنيو دلوقتي بقت بتطلع، هي نفس الفكره، كيو ار كود صغير فيه بيانات كتير قوي عن الدواء من ساعه ما انتج لحد شركه التوزيع استلمته اتحط على الرف عند الصيدلي. كل ده احنا الدوله عامله النظام بتاع التتبع هيبتدي يتطبق قريب جدا. بص انا من خلال البرنامج ده اكتشفت ان الدوله بتدعم قطاعات احنا ما نعرفش انه ده حقيقي. حاصل حقيقي. فاحكي لي، لان انا عارفه ان انت كمان كنت واحد مزبوط. من الناس اللي استفدت من انه فكرتك ازاي الدوله دعمتها. مظبوط. احكي لي. احنا كان عندنا الفكره خلاص وعايزين نبتدي نعملها، مهندسين عملنا البرنامج، موضوع مش معقد. الحكومه مشكوره بقى كانت عامله مبادره في 2018 اللي هي اسمها فكرتك شركتك، لسه موجوده لحد دلوقتي، انه اتوبيس بسيط بيلف محافظات مصر بيدور على افكار الشباب. دي كانت مبادرة عظيمة، هي لسه موجودة جدا. فكرتك شركتك لسه موجودة وبيدعمونا بشكل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشكل كامل، يعني فبيدوروا على الأفكار بتاع الشباب في المحافظات المختلفة. فأنا ومصطفى شريكي لما كان عندنا الفكرة، طب يعني احنا هنخش نقول كلمتين في هدخل الأتوبيس ده هيصدقوني؟ فروحنا فعلا، احنا من القاهرة فروحنا الأتوبيس كان واقف قدام وزارة الاستثمار اللي هي في صلاح سالم، وطلعنا تحدد لنا ميعاد، رحنا قلنا الكلمتين والفكره بتاعتنا الكلمتين دول يا جماعه اللي هم البروبوزل او العرض التقديم البرنامج، بس الناس بتبقى متواضعه اصحاب الافكار، يعني عملت دراسه وعملت قلنا بقى احنا هي بيطلبوا بقى شويه حاجات. في الاول بيطلبوا الكلمتين هي الفكره ايه. خلاص قلتي الفكره، طيب بتفكري تطبقيها ازاي؟ طبعا انت مش عندك تفاصيل بس بتبيني ان انت ورا الفكره وعايز اعملها ودي جايه من فعلا مشكله وهحل مشكله. فبتوضحي ده بقى خالص، بيمشي وراكي واحده 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 لحد ما في الاخر اتقدم مثلا 2000 فكره تصفيات 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 لحد ما في الاخر 10 13 شركه. عملوا بقى ايه بقى المبادره الحكوميه دي؟ صراحه حاجات ما كناش متخيلها، اللي هو تدريب على ازاي تحول فكرتك، ازاي تسوق فكرتك، ازاي تراجع فكرتك مع السوق وتظبطها بما يتوافق مع احتياجات السوق بتاعك، ازاي تجيب منها فلوس عشان تقدر تصرف على شركه، ما هو برضو انت عامل الفكره دي عشان تكبر.
أنا مبهورة إن في حد بيأثر على ناس مشوار طويل ممكن ياخد منهم سنين. اللي حضرتك بتقوله ده ممكن شركات لوحدها تقعد سنين عشان تتعلمه. ده حقيقي. ده مش عايز حضرتك تساعدونا كمان في تأسيس الشركة. في لا وفي الورق في فتح الحساب البنكي في كل التفاصيل لحد ما في الآخر بقى عندي شركة قايمة وكمان دخلوا عن طريق مسارعات أعمال تبعهم إن إحنا يبقى عندنا تمويل عشان نقدر نبتدي والبرنامج شاف النور ونزل في 1/1/2019. الله ايه ده فرحتني. انا عايزه بس احيي انا عايزه اقول شكرا طبعا للي فكر وشكرا انك بتفرحنا او بتطمن الناس عندها افكار وشايفه انه ما حدش هيسال فيا ما حدش هيهتم. ينفع تغششنا ايه مقومات الفكره اللي ممكن تلاقي قبول تحديدا في الفتره دي؟ احنا بنتكلم ان كل حاجه حلولها الكترونيه. ايه الافكار اللي ممكن تلاقي قبول اسرع؟ شبه ايه؟ حاجات كتير قوي. يعني احنا كل يوم بنسمع عن شركات ناشئه او شركات ناشئه بتاخد تمويل. الفكره انه احل مشكله عند الناس. عندنا كانت مشكله شخصيه. غيرنا ممكن يكون شايف مشكله في السوق يحلها. بس مشكلتك دي مش مشكله شخصيه، هي المشكله الشخصيه خرجت الاحتياج. هو مزبوط. دايما يعني مزبوط. دي مقومات النجاح انك تسد احتياج. مظبوط. وكمان مجرد وجود الفكره ان انا احل مشكله دي حاجه كويسه، بس التنفيذ هي كلنا بنفكر وكلنا بنطلع افكار كويسه، بس مين عنده المقدره؟ مش حتى المقدره الماديه، ما احنا ما كانش يعني معانا مقدره ماديه، بالعكس احنا دخلنا في برنامج حكومي ساعدنا ان احنا نعمل ده. فهي نحل مشكله نجري وراها، نفضل ورا الفكره اللي عندنا لحد ما تبقى موجوده، ومجرد بس ما تشوف النور بشكل حتى بسيط هتلاقي 100 ايد تدعمها. حلو قوي. يبقى لازم يكون عندك منتج عشان تطلب دعم. بالظبط، لانه كلنا بنفكر. طب انا عارفه بقى انه في تطوير الفكره ده كان معاك صيادله مش كده؟ احنا عندنا التيم بتاعنا دلوقتي اكتر من 16 شابه كلهم خارجين كليات الصيادله في مصر. شاب ما هي الصيدله فيها بنات اكتر بكتير، هي طبيعي. محافظات الفيوم وبني سويف. حلو قوي. يس. مين اللي كلامه بيتسمع اكتر؟ اوكي. المهندس ولا الصيدلي؟ في تطبيق لدعوه بخدمه الادويه؟ سؤال كويس جدا. المتحكم الرئيسي في القصه دي حاجتين، العميل لان هو في الاخر لازم احتياجات العميل هي اللي تلبى. اثنين، لازم تبقي ماشية مع القوانين الدولة والتشريعات اللي بتحكم التعامل ما بين الصيدلي والمريض وفي القطاع الصحي عامة. فده المعلومات دي موجودة فين؟ أكترها طبعا عند الصيدلة. أنا مجرد وسيلة إنيبلر بتساعد وبتسهل، لكن طبعا الموظفين عندي بالذات الصيدلة هم من غيرهم ما يطلعش حاجه. هنستخدمه ازاي؟ من غيرهم ما يطلعش حاجه بجد. انا بس عايزه اطمن الصيادله لأن حتى التكنولوجيا كل مهنه حاسه بحاله من الخوف انه ان هي ممكن مصيرها مرتبط او بيتناسب عكسيا مع وجود التكنولوجيا. فهل ده حقيقي؟ هل انت حاسس كده انه مهنه الصيدلي التقليدي اللي واقف في الصيدليه وبيديني دواء فعلا ممكن يتاثر كل ما تزيد التكنولوجيا والتطبيقات؟ هتتاثر ايجابيا، لانه زي ما قلت لحضرتك هو يركز اكتر. يعني لو ما عندوش نظام في الصيدليه يقعد يكتب في ورق ويسجل وبتاع. لا، الوقت ده اهم يتعامل فيه مع المريض ويعرف فيه عن الادويه نفسها. بالظبط. لو عنده سيستم بقى بيساعده يجيب له روشته اوتوماتيك يبص عليها، يصرف الدواء، يقول له ايه الجديد، كل ده توفر له وقته كصيدلي. حتى في التواصل مع العميل كمان، لو اديته تواصل مع العميل بشكل رقمي يبقى كمان العميل يجيله في التعامل المباشر وكمان يقدر يتعامل بشكل رقمي. دي تسهل جدا 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 على الصيدلي. لكن ان احنا نقول ان التكنولوجيا هتأدي ان الصيدلي مهنته ما تبقاش موجوده او يقل وجوده، ده مستحيل، لان هو عنصر اساسي في المنظومه بتاعه الدواء، وهو الخبير اللي يعرف لما يبص على روشته لا الدوين دول ما ينفعوش مع بعض، الدواء ده بطل انتاجه فالبديل. فهو يقدر يعمل ده، لكن مفيش جهاز يقدر يعمل ده بدور الصيدلي. في حاجه في الذكاء الاصطناعي تفك طلاسم خط الدكاتره؟ اتمنى. بجد. يعني اتمنى ده، اتمنى دايما موجود، بس هو يعني احنا كاشخاص عاديين ان احنا نقراه واحنا عارفين انجليزي كويس صعب جدا. لكن الصيادله بيعرفوا يقروا خط الدكاتره كويس. الحته دي لا طبعا فيها تحدي كبير جدا، بس مع دخول التكنولوجيا
بشكل كبير. ممكن بنظريه الاحتمالات بس. من نظريه من مرحله الدكتور بقى، ان هو الدكتور لما يجي يكتب الروشتة ويعمل التشخيص يعمله بشكل رقمي، فبالتالي الروشتة اللي تطلع من عند الدكتور هتبقى موجوده بشكل رقمي، تتحرك بشكل بالزبط. رقمي، فبالتالي بقى التعامل معاها اسهل، وده كله جاي وقريب جدا ان شاء الله. حلو قوي. واللي جاي بقى، انا عايز اسالك عن اللي جاي. التطبيقات جمالها طبعا في الفكره، وجمال الفكره في انها تتنفذ، بس الاجمل الاتاحه. تمام. الى اي مدى التطبيقات متاحه، الناس عارفه عنها كفايه، ولا انت محتاج دعايه ليها الناس تعرف اكتر؟ سؤال كويس جدا. الشركات الناشئه عامه التحدي الكبير بتاعها ان هي ازاي توصل للعميل للمستفيد باقل تكلفه، لان هي بتتحرك ب ميزانيات محدوده. ميزانيات محدوده جدا لان هي شركات ناشئه، وكمان الشركات الناشئه الاصل فيها ان هي تكبر بسرعه، فانت عايزه تكبري بسرعه وبتمويل محدود وتوصلي لاكبر عدد من الناس. كميه تحديات، يعني الموضوع مش سهل. احنا لما بنشوف في الاخر انه الشركه الناشئه الفلانيه خدت التمويل الفلاني، احنا بنشوف ان النتيجة. احنا بنقر عليكم بس نقعد نركز في الارقام اللي ورا ده قصه انه في تفاصيل كتير، قصه صعبه جدا. فطبعا ان انا اقدر اوصل للعميل هي دي التحدي. ده تحدي كبير جدا. والتطوير، انا عايزك تحكي لنا كده على ايه مستقبل تطوير حتى الخدمات المرتبطه باتاحه الدواء. تمام. دلوقتي احنا في هتكلم عن مصر، يعني لان هو التطوير في القطاع الرقمي، مش هنسميه قطاع رقمي بقى لان هو انيبلر بقى في القطاعات المختلفه بسبب دخول التكنولوجيا، التطوير بقى هايل جدا وبيزيد سنه عن سنه، وده كله ماشي ومتفق مع رؤيه مصر 2030 في كل قطاع. يقدروا في المنظومه كده الكبيره دي ينقلوا الدوله بشكل سريع جدا، لانه هي الاصل الشباب اللي بيشتغل. حلو. ومصر ما شاء الله الشباب فيها كتير جدا أكتر ومتعلم، وخارجين الكليات كمان ما شاء الله عاليين جدا. بالمناسبة عايز أسألك عن الكلام السلبي اللي بيتقال أنه خارجين الجامعة مش جاهزين لسوق العمل، إلى أي مدى ده صح أو مش صح؟ قول لنا. لا قول الحقيقه. هتكلم عن نفسي. هتكلم دبلوماسي. لا لا هتكلم عن نفسي، مش هقدر اتكلم بنيابه عن حد تاني، بس احنا في شغلانتنا مثلا انا بحتاج ايه؟ انا بحتاج الديفلوبرز المطورين البرامج، وبحتاج الصيادله اللي يساعدونا في شغل، بالاضافه الى الحاجات الاساسيه المحاسبين والى اخره. في القطاع التكنولوجي بقى والديفلوبرز، مش عايز اقول لحضرتك في مصر جامدين ازاي. شاطرين. ومش شرط يكونوا من، يعني مثلا ممكن حد يقول انا خريج تجاره، انا هبقى ازاي اطور برامج. حضرتك انا عندي ناس في الشركه بيكتبوا كود خريجين زراعه مثلا. هو دارس زراعه بس هو اتعلم نفسه وطور نفسه وشاف ان هو عايز يخش المجال ده، ومش صعب لان هو ما بيعتمدش على اي حاجه غير ذكاء دماغه وتفكيره وذكائه وبس. هو دارس ايه، دي حاجه تفيده في حياته، بس هل هو ممكن يكتسب مهارة البرمجة ويشتغل في القطاع ده؟ جدا. إلى أي مدى الصيدلي الواقف بيتيح الدواء للناس في الصيدلية ممكن يطور نفسه عشان يواكب التغييرات الكبيرة اللي حضرتك بتحكي لنا عليها؟ هو بيطور من نفسه لأنه هو اللي خلاني أبقى موجود. لأنه هو محتاج يركز في شغله، فمحتاج الشركة اللي تعمل له نظام إدارة الصيدلية اللي عنده، ومحتاج يبقى متطور جدا. لو هو هنتكلم عليها ان هي تجاره بشكل او باخر، فبدل ما هو بيجي له المريض وجها لوجه، لا في كمان تليفون، في واتساب، في برنامج، وفي حاجات تانية هتزيد احنا ما نعرفهاش. فهي في الاخر بتفيد الصيدلي ماديه، وبتفيد الصيدلي ان هي تتيح له وقت اكتر يركز في شغلته مع المريض اللي طالب الدواء. أنا بشكرك لأنك من قلب المعاناة طلعت فكرة، ولأنك نورت لنا على طرق كمان لأن اللي عنده فكرة يقدر يروح فين، ولأنك واحد من المهندسين اللي أضافوا لمهنة مهمة جدا زي مهنة الصيدلة، عملت شغل عالي. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا.
أعتقد كده الصورة بقت أوضح، وما بين تحديات وإنجازات وتغيير حقيقي في مهنة الصيدلي في المستقبل، يخلينا نقول لكل صيدلي بيسمعنا النهاردة محتاج تعمل شغل عالي. المعركة مش بالرصاصة، بالتعب والتحدي عدي مش وقت المياصة، اعقلها بقى وسجلها واكتب عندك في الكراسة، تكسب لو كنت هتلعب بالذكاء وبالفراسة، وساعتها هتبقى بزنس مان وهتمشي وراك حراسة، وهتطلع سلم مجدك درجة درجة عالي. لمشاهدة محتوى اللقاءات كاملا وتفاصيل ودردشة عن كل الشغلانات وكلام كتير من كبارات في كل شغلانة وفرص حقيقية لتطوير نفسك ومهاراتك وإيدين ممدودة تساعدك، تابعونا على